ربما سمعت من قبل بالسرعة القصوى لبعض أنواع طائرات الإيركرافت، وهي ماك 2، أو قد رأيت فيلم خيالي علمي وفيلم حربي حيث يقول: أوه عظيم، سنسافر بسرعة 1.8 ماك. وأكيد قد خمنت أن ذلك له علاقة بالسرعة. هذا هو نوع من أنواع السرعة، هذه الأرقام تمثل بعض أنواع السرعة. وإذا افترضت ذلك، فأنت والسرعة التي تمثلها هي عدة أو أجزاء، يعتمد على كيف فترى ذلك. هل هي مضاعفات أو أجزاء من سرعة الصوت في ذلك الوسط؟ فإذا قيل لك أن رقم الماك هو 2، هذا يدل على أنك تتحرك بسرعة هي ضعفين سرعة الصوت في ذلك الوسط في ظروف معينة. Traveling two times the speed of sound in that medium. وعلمت هذه القيود هنا لأن سرعة الصوت ليست ثابتة دائما، لها سرعة مختلفة. هل أنت تسافر خلال الجو أو الماء، أو حتى تعتمد ماذا يختلط بالهواء، وحتى لو كان ينتقل من خلال نوع معين من الهواء أو خلال خليط من الغازات، فإنه يتغير أيضا بناء على درجة الضغط أو درجة الحرارة. فإذا كنت عند سطح البحر فإذا كنت عند سطح البحر سأستخدم اللون الأزرق لسطح البحر. إذا كنت عند سطح البحر وسرعة الصوت هي 340 متر في الثانية، وهذا يشكل 20 درجة سلسيوس، فهي درجة مناسبة ومريحة عند سطح البحر، وهذا تقريبا 760 ميل لكل ساعة. الآن إذا كانت تنخفض درجة الحرارة، إذا انخفضت درجة الحرارة temperature decrease، كذلك سوف تنخفض سرعة الصوت، إذا سرعة الصوت أيضا تنخفض. كذلك إذا ارتفعت درجة الحرارة سوف تزداد سرعة الصوت. فعندما يخبرك أحدهم أنه يتحرك أو أن شيئا يتحرك بسرعة 2 ماك، لنقل أنه يتحرك ضعف سرعة الصوت لذلك الوسط. في العادة نتحدث عن شيء يسافر، وسرعة الصوت هو عند درجة الحرارة التي يسافر خلالها. عادة إن تسافر عند هذه السرعات يجب عليك أن تكون مرتفعا جدا، بحيث أن كثافة الهواء تكون أقل، وأنت أيضا تسافر في بيئة تكون فيها درجة الحرارة فيها أقل من 20 سلسيوس. إذا سرعة الصوت قد تقول هذا يعني إذا كان شخص يسافر بسرعة 2 ماك أنه يسافر بسرعة 680 متر في الثانية. وإذا تسألت عن السرعة يكون متناسب مع الهواء، الجواب لا، لكنه من الممكن أن يسافر بسرعة أبطأ من ذلك، لأنه على الارتفاع الذي يسافر به تكون سرعة الصوت أبطأ. وتعلم هناك سجلات السرعة على الأرض حيث يسير بسرعة في نظام ماك، حيث السرعات عالية جدا لذا تقاس بالماك. وفي هذه الحالات يسافر بسرعة من مضاعفات 760 ميل في ساعة 340 متر في الثانية. وقد تتساءل من هذا الذي بصورة هنا؟ هذا إرنست ماك، وهذا سمي رقم ماك نسبة إليه. إرنست ماك كان فيلسوف وفيزيائي نمساوي. قام بالعديد من الأبحاث الفيزيائية على الموجات الصوتية وموجات الصدمة، وهذا هو الشخص الذي سمي رقم الماك نسبة له.